واش سلام هذا الفيديو هذا كنت ناوي نديرو فاش غيسري الماتش ديال المغرب ومصر. كما بغات تكون النتيجه كنت كنقول غادي نكون قاد ندير فيديو مع غيسري الماتش ديال مصر، ولكن شاءت الاقدار انه غادي نتقصاو. ما قديتش صراحه. بغيت ندير فيديو، بغيت ندير شي حاجه وما قديتش. وبما ان الهضره ديالي ما فيهاش داك التحليل المتعمق ديال الناس ذوي الخبره فهادشي ديال الكره، انا كندوي غير بالعاطفه. يعني داك النهار كنت غادي نهضر، كنت غنهضر كاعي، وكيقول لك اخي بحاجه ود تهضر وانت تكون كاعي، ولا تاخذ قرارات وانت تكون كاعي. فضلت انني ما نهضرش باسكو تقد تجر افكار ديال الناس اخرين لشي حاجه على حسب الكعيه ديالي. واليوم بعد مرور 3 ايام وبردنا شويه وبدينا كنشوفوا الدعوه كي دايره، نقدروا نعاودوا نهضروا في هذا الماتش هذا، ونقدروا نهضروا على المنتخب، نقدروا نهضروا على وحيد بيان سور من لو كوتي مغربي بداك شويه ديال الكره اللي كنعرفوا، شويه اللي تفرجنا، شويه اللي لعبنا. كندوي بالعاطفه كما كنقولوا، غنعاود نقول لك. الناس اللي كيديروا التحليل التكتيك والتويشيات بحال داك النهار كتبوا لي منتخب فاز راه كنعرفوا بشحال هذه. كنتفرج فيه فريمون محمد الحجوي، كنتفرج فيه فاش كانت باقا لا شين جو بونس فيها غير شي 20000 ولا شي حاجه. كنتفرج فيه داك السيد كنصحكم به الا كتبغي تفرجوا في التكتيك ولا شي واحد اللي كيهضر اون جينيرال على الكره المغربيه. سو كنصحكم منتخب فان سيرو ليه، كيدير واحد المحتوى فريمون فريمون مزيان. كما العاده المنتخب المغربي يقصى من منافسه كاس افريقيا، تقصينا مع منتخب مصر. وهنا فين كترجع السينتا وكنقول كون طحنا مع الكوت ديفوار وما طحناوش مع مصر، كون طحنا مع 100000 كوت ديفوار ما طيحش مع مصر. مصر اللي الا عندهم كره كيربحوك بكره، الا ما عندهمش كره كيربحوك بتحراميات. هادوك الناس في هاد الماتش هذا كانوا امبليكين اكثر منا، الخبره ديالهم عطاتهم واحد لافونتاج كبير لينا. اي بيان سور داك تضيع الوقت وقت الماتش اللي بداو كيديروا الجول ديالهم طاح شي 10 دقائق الاخرى غير باش يخرجوا اللعابه، داك الاحتجاج على الاربيط، بزاف ديال الحوايج كيديروهم غير باش كيبقاو فهمتي باش يخرمزوا الجو العام ديال الماتش. ما همهمش كره، همهم الجو العام ديال الماتش يتخرمز باش يخرجوا اللعابه ديال المغرب من هذا. باسكو سو بابي واخا هكاك اللعابه ديالنا احسن من اللعابه ديالهم، لكن رغم اننا كوليكتيفمون اي ميم انديفيديوالمون احسن منهم، سو كانوا اخطاء وتمكنوا انهم هما اللي يدوزوا وحنا ما دزناش. سي وحيد بطبيعه الحال جات لهذا الماتش هذا عاد بدا يجرب حتى هو عاوتاني. حنايا هذا المنتخب هذا باقي ما بغيناش نعرفوا هاد 11 ديال اللعابه ديالنا اون جينيرال اللي غنبقاو ندخلوا بهم كل ماتش. عندنا شي مفاجاه، ومن اكبر المفاجات بيان سور كان هو الحدادي تيتولير من الاول، زيد عليهم السبرقوق حتى هويا. هادو بو موا كانوا لي دو زيليمون اللي كانوا كومام ناقصين بالنسبه ل هو الحدادي. الحدادي الى جيت تشوف لا نوت ديالو في الماتش راه نوط احسن من شحال من واحد، ولكن لابور ديالو شنو كيزيد لك في الماتش ما كيبانش بزاف فريمون. الحدادي استخر شي بوفال اللي رغم ذلك بوفال عيا، بوفال دار بزاف ديال لي زيفور في لي ماتش افون، غير هو ما كنفهمش انا كانت عندهم مده ديال الراحه، بنادم كيرتاح سيمانه سو عيا بوغ ان جوار بروفيسيونيل. رغم انني شكرت بوفال بزاف، ولكن فهمتي حتى هذا الماتش هذا راه كان عندهم مينيموم واحد 3 ايام ديال الراحه، وقبل منها راه خداو سيمانه ديال الراحه. سو ما نقدوش نقولوا بنادم عيا، وتايلا جو سي با ما عرفتش شنو غنقول على التغيير ديال بوفال، باسكو فريمون بوفال فيزيكمون عيا اي سي با نورمال عيا. باسكو كون بقى بوفال كنا نقدو نبقاو معاونين بديك الجهه، حيت ملي خرج بوفال من ديك الجهه صافي ما بقى حتى حاجه، ولينا كلشي راكبين على الحكيمي، والحكيمي سونطري هز ما واقف ليه الحدادي في الطريق، ما كيخليش يزيد، كيبغي سونطري كيتلقاو ليه شي بزاف ديال البنات باش ما يسونطريش. اي بيان سور الا مشى حتى سونطرا كاينين اللعابه كيحيدوا كره بالراس ولا الجول ديالهم ولا سو ولا عندنا عقم، ولينا لاعبين على نقطة واحدة خاصها توصل للحكيمي باش توصل لشي واحد القدام، وداكشي ديال التفزاع وديال السما بحال ما عندناش الميليو، بحال ما كاين حتى شي واحد في الميليو. وهادشي اللي كيضرك في الخاطر، كتقول محترفين كاملين ما عندناش اللي يدوروا كرة. في الماتش ديال مصر ما دارتش كرة كاع في الأرض ما دارتش كاع، رغم ان الماتش دازو عليه دابا 3 ايام وانا غير بديت كنهضر عليه بديت كنتعصب عاوتاني. انت صحاب تخيلتوا انني نسيت الماتش، ولكن غير بديت كنهضر عليه بديت كنتعصب عاوتاني. هادشي علاش ما خاصناش رغم ذلك في اي حاجه ولا في اي تجربه ولا في
اي حاجه كتحاول ديرها خاصك في الاخر تخرج بالايجابي والسلبي، ما يمكنش شي حاجه فيها غير السلبيات، وحتى السلبيات كيقضوا الا كنتي مني يقول لك كتفهم هذوك السلبيات كيكونوا دروس باش كنردوهم ايجابيات لاشنو جاي في الحياه، يعني بلا ما ندمروا الايجابي ونحاولوا نخدموا السلبيات، نحاولوا نستافدوا منهم باش نشوفوا شنو كاين. اي بيان سور الهضره دايره بزاف على وحيد دابا ديرنيامون، وحيد يمشي ما يمشيش، يمشي ما يمشيش. بيرسونيلمون انا كنظن نحاسبه من مورا الماتش ديال الكاليفيكاسيون كوب دي مون، باسكو انا من الناس اللي شوف كاين واحد جوج ديال انواع ديال الناس، وهادشي طاري دابا في الوداد، طاري في الوداد على ديك الزربه ديال الشري وشري بزاف ديال اللعابه، هي الوداد واقفه دابا النصيري تيلمون لي ليتيج ما قادش يشري اللعابه. سو انا من النوع اللي العكس، انا نفضل عام عامين ما ندي والو، عام عامين ثلاث سنين ما ندي ليا حتى حاجه. بيان سير انا رجاوي، الناس اللي ما عارفينش واحتراماتي لاي واحد، ولاني كندوي بالمنطق اللي كيبان ليا. الا تعطيني عام عامين ثلاث سنين ما ندي فيها والو، لاني من بعد غدير ليا واحد لو بروجي فورماسيون اللي غتخرج ليا واحد الفرقه كومبيتيتيف اللي حتى في السومه ما ساوياش بزاف، باسكو ملي كتبغي بنادم واجد خاصو الفلوس. سو حنا سوا غتخلص فلوس بزاف وغتجيب فرقه واجده وخاص تبقى ديرها كل عام، سوا غتخدم على واحد لو بروجي اللي غادي تكون لا فورماسيون بريوريتيزي، والفورماسيون باش من هنا واحد 3 سنين عندك فرقه والبروجي باقي خدام. سو ديك الفرقه ملي غادي تبدا ينقصوا فيها اللعابه غتكون جاي واحد الفرقه اخرى، اون فاغ اخرى ديال اللعابه، وكتبقى غادي هنا كدا تطعيم. الا ضغطتي ما كاين والو، كتشري 1 2 3 زيليمون كاع كتشريهم، وتشري واحد السومه اللي غادا في لا مويان ديال اشنو كدير. هادشي علاش كنفضل دابا وحيد يزيد يكمل هذا الماتش هذا، باسكو بغينا ولا كرهنا كاين واحد المجموعه، بغينا ولا كرهنا وحيد واخا هكاك راه قد يبدل المنتخب المغربي. وي كيدير اغلاط، وي راسو قاصح، وي بوتيت غيخرج عندنا مع زياش، رغم ان زياش قال لهم مشكل ما حجي اللي حجيته هو، نقدروا نرجعوا ليه اللي حجي المغرب كامل ما عارفش شنو كيدير في المنتخب، رغم اني قلت الدراري الدراري اللي كنلعب معاهم اونلاين فيفا قلت لهم حجي كاين تما غير باش يقيس الدراري المؤخره ديالهم باش نخسروا الهضره في هذا الفيديو هذي. والله هادشي اللي كيبان لي علاش كاين انا حجي، كيبان لي حجي اللي غادي ترون بلاصه كيجي كيقيسو باش يدخل خرج انت اجي نقيسك. والله سو اون طون كو لاعب كنحتارموك، وي درتي التويشيات، درتي السيزو، ماركيتي كوب دو موند، كنتي واحد خديتي البالون دور افريكا، ولكن اخويا ماشي على ود هادشي اللي خاصنا نتقبلوك ونتقبلو النتائج السلبيه ديالك في هاد السبع سنين الاخر ولا 8 سنين اللي انت مع المنتخب. ثلاثه ديال لي زونترينور اللي دازو انت ديما لاصق ليهم في راسهم، سو واخا يكون اونترينور اونترينور، والمشكل ان لي زونترينور كينجحوا في فرق اخرين. هيرفي رونارد دا جوج ديال لي كوب دافريك، جات لعندنا ويتلف بالامكانيات كثر بلعاب احسن وجات لعندنا وتلف، صافي كاينه واحد السوسه، كاين شي لعيبه انورمال في المنتخب. الوغ احسن حل نبداو نقاو السوسه، اهم حاجه خاص تنقى السوسه، ما يمكنش غتبقى زايد خدام وباغي الايجابي وانت عندك شي حاجه سلبيه اللي كتقتل لك ديك الخدمه الزوينه اللي كدير. والا صيفطنا واحد دابا يا خاصك تلقى مدرب، دابا يا خاص تلقى مدرب اللي قل من شهر ونص خاصو يوقف مع الفرقه ويوقف الفرقه ويقد التغيير ويقد التويشيات ويجرب، هذا هو المشكل، خاصو يبدا يجرب، ما كاينش مده طويله ديال التجرب وما كاينش دات فيفا فين غيتجمع بنادم. سا كيف دير هادشي اللي عندك دابا هو اللي باش غتلعب به الماتش ديال الكونغو، يعني خاصنا واحد اللي يكون ديجا عارف اللي هو واحد اللي واحد. رغم ذلك كما قلت ها كاين ايجابيات بالسلبيات، وما دارش غير ماتشات خايبين، راه اول ماتش اللي فريمون غادي نخسرو واقيلا اول فري ماتش اللي صعيب، ولكن كانوا النتائج ايجابيين في الاول، لهذا من الاحسن نحاسبوا وحيد من مورا لا كاليفيكاسيون كوب دو موند. وكاين بزاف ديال الحظوظ انه غادي يقد يكاليفينا ونقدروا نحاسبوه حتى ملي يمشي لكوب دو موند، ولا بوتيتر نصيفطوا واحد اخر حيت بوتيتر بولا كوب دو موند غادي يبقى لنا الوقت فين نوجدوا. سو الى كاليفينا نقدروا نصيفطوا هذيك الساعه الا ما تفاهمناش، ولكن بور لو مومون صعيب تبدل لونترينور. سو احسن حاجه نقيو السوسه، نخليو لونترينور، نخليو لو جروب، باسكو لو جروب مهم، واهم حاجه هو ان باقي عندنا هذا الجروب باقي جون، باقي فيه بزاف ديال لا جونيس اللي باقا تقد تعطيك، اللي باقي لا خدمنا عليها، باسكو الهويه هي اللي مفقوده دابا، ما بقاتش عندنا واحد الهويه ديال المنتخب. شحال هذه كنتي منتخب كتشوف واحد 4 سنين 5 سنين 6 سنين كتعرف ها هو المنتخب هذا، اريا دروا اريا غوش شنو كاين، كتعرف اش كاين. دابا المنتخب غادي تبدل عام مرة عام، كنشوفوا لعاب جديد، ها برقوق، ها لوزة، ها طرطوق، ها مرطوق، ما كتعرف كاع شنو كاين. سو حنا بغينا واحد لا كونتينيتي، لا ستابيليتي ولا كونتينيتي كتعطي دي ريزولتا. سو كنتمناو مهما يكون تا
التغيير دابا ديال المدرب ما عمره ما غادي يكون احسن من الا خليناهم دابا بهاد لو جروب هذا ويزيدوا يكملوا ومن بعد غنحاسبوا باسكو الا حيتي دابا غيقول لك لا خسرت ماتش حيتوني اي واحد يقدر يخسر ماتش ولكن نتحاسبوا في لو توتال ديك الساعه تشد واحد وتجرم ودنين وتحاسب واحد الحاجه اللي خاصنا ضروري نزيدوها في الكره المغربيه ولا في الشخصيه المغربيه وخاصنا تحرميات خاصنا نبداو تحرميات خاصنا بركه من ديك العاطفه وديك الوراق تحرميات في الصحافه تحرميات في اللعب تحرميات في الطبال تحرميات في اي لعيبه خاصنا تولي لنا تحرميات ديال الكره تحرميات ديال المصريين كما قلت لكم في الاول كانت عندهم كره كيربحوا بكره ما كانش عندهم كره كيربحوا بحاجه اخرى المهم هما جايين غادي يربحوا لانه دازوا عندنا منتخبات وعار من هذا المنتخب هذا وما داروا والو حتى هما المنتخب ديال 98 كان احسن من هذا بزاف ولكن خاصنا العقليه كما كنقول العقليه السطح الاهداف خاصهم يطلعوا ماشي غير نتاهل نو غادي باش ندير ماشي غير ندوز نو ما بقاش هادشي مشات هاد اللعيبات كاين الامكانيات كاين كلشي شحال هادي باش كانوا قلت الامكانيات كنا نقدروا نقولوا يلاه تكاليفيا وهي 86 70 واه فرحنا بالدور نو دابا كانت تكاليفيا وخاصنا نديو لعب باش دي ما تبقاش تلعب على شي حاجه اخرى خاص هذا هو علاش كنمشيو حنا المدرب كنجيبو كنقول ليه اهلنا الكوب دي موند وسير الابعد التويشيه في كوب دافريك ما بغيناش ابعد تويشيه يديها للناس يدي. الله يجعل البركه في هذا الفيديو هذه باسكو الا مشيت سرحت غادي نبقى وغادي ندوزو للقجاع وغندوزو بزاف ديال الحوايج القجاع حتى هو عنده الايجابيات والسلبيات ديالو سي سور كو الايجابيات ديال القجاع هو كيفاش الهيكله ديال الكره المغربيه تبدلات الهيكل ديالو ولا احسن غير هو في النتائج ما تابعينش معاه وكيبان لنا المجهود كيبان لنا ملي كيكونوا الامكانيات وكلشي يعني كاينه غير سوسه كاينه شي سوسه خاصها تحيد ما نحيدوش كلشي ونعاودو كلشي نريبو هادشي كامل غادي نعاودو من الزيرو وغادي نتعطلو بزاف باش غادي نجيبوها باقي حوايج مزيانين نخليهم حافظوا عليهم السوسه تنقى 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 السوسه باش نزيدو باش اي حاجه ايجابيه ما تسوش لي نتمنوا خير هادشي اللي كاين مره كل مره كنتالموا والله كنزيدوا نتالموا وكل مره كنتمناو كنتالموا ولكن الواقع الحقيقي هو كاينين بزاف ديال الحوايج خاصهم يتنقاو ويتقادوا الا بغينا نزيد شكرا لاي واحد تفرج في هذا الفيديو هذا بيان سور خلي كومونتير خلينا شي كومونتير الراي ديالكم اش كيبان لكم نتوما واش احسن نبدلوا المدرب دابا شكون اللي باغي المدرب يمشي دابا يا ولا كان غيمشي اش كيبان لكم شنو هو احسن خيار باش نبدلوه دابا في هذا الشهر ونص شنو اللي قد يكون احسن واش نبدلوه ولا ما نبدلوش سير الى كان تفاعل كبير في هذا الفيديو هذا انا ما كرهتش نزيدو نبقاو نهضروا على الكره المغربيه سبيسيالمون البطوله الوطنيه باسكو كنتفرج في البطوله الوطنيه فريمون اكثر من الماتشات ديال برا حتى مغربيه لدرجه انني كنقد نتفرج في الماتشات ديال البطوله ما كرهتش نهضر في هذه القضيه ديال الناصيري يقدوا الوداديين يكعاو ما كرهتش نهضر فيها باسكو بقاو غاديين بالناصيري كيدفعوا فيه ديك اللعيبه شري لنا وكل عام كان كيدوز زوين دابا بدات خرجوا العواقب خايبين على الوداد صوتي علاش غنبقاو ديما ما بين واش مول الشكاره ولا خاصنا مؤسسه اللي تزيد الله يهدينا كاملين كنبغوا الحلول السهله الوغ كو كل ما صعبوا الحلول كل ما كيكونوا احسن تهلاو في راسكم ونتلاقاو في شي فيديو اخرى ان شاء الله.